السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ شو الأخبار اليوم؟ المهم يا شباب، تعالوا كده نبدأ الفيديو كده بصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. المهم يا شباب، دلوقتي أنا شحنت اللي هي البتاع اللي هي ب1 دولار ديت، طبعا بتكلفنا حوالي دولار ونص. تمام، طبعا في 7 أيام، فقول مثلا 10، والبتاع التانية اللي هي ب5 ولا ب6، هنقول مثلا في حكاية 18 دولار كده. ايه، شحنتهم كلهم، او قول يعني 16 حاجه زي كده. تعالى كده بقى نشوف مع بعضينا كده، هنعرف نجيب القلعه ولا لا. طبعا هنا برضو فاضل لي في المسيره حوالي 4 نقط. تمام، طبعا عايز اعمل 3 لفات. انهي 3 لفات؟ هنا عايز 10 من اللي هم المواد اللي هو احمر المربع، وفي مرتين حدث عشوائي، وفي هنا 5 مرات ابتدى اللي هو رقم أقل من 4. تمام، طبعا أنا معايا حوالي 10 ظهر، فأنا مش عارف بقى يعني أنا هقدر إن أنا أجيبها ولا لأ. فتعالوا كده إيه، نشوف إيه مع بعضينا الدنيا وإيه اللي هيحصل. طبعا معايا 81 يقطين، معايا أقول 10 مصاصات. طبعا هنجيب أنا دلوقتي الـ10 أهمت. تمام كده، ايه مفيش كده مصاصات تانية نقدر نجيب. تعرف كده نشوف برضه حظنا هنا زي الزفت. يلا بينا نبدأ الفيديو، يلا بينا. طبعا انا هبدأ الفيديو كده بايه، بالنردين، بحيث ان انا اخلص من مرة او مرتين اللفة. تمام، ثلاثة. تمام ماشي زي بعض. 4 خلاص عشوائي. تمام، هدية من القلب. ايه هدية من القلب دي؟ الله، جميل جميل. احصل على، طب كويس ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده، انا عايز ارقام عالية. سبعة وعشرين. تمام 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 كويس. ما مسهل كده، عايز انهاء، عايز رقم اقل. عايز بقى ايه؟ الاحمر، المواد الحمراء. 5 بعضه. طبعا كده فاضل لي لفة. طبعا ممكن كده ايه، وانا ماشي كده نجيب ايه، نجيب حاجات حلوة يعني، نجيب شمع، نجيب بتاع اليقطين. انا تقريبا كده عاوز اشحن تاني. تعالى بقى ايه، نربي بقى ايه زهرة بزهرة كده. 6 ماشي.
واحدة كمان. طب يعني عدد صغير، عدد صغير. طيب خمسة وعشرين لفة. يعني أنا كده عايز أزود الأحمر، ده طبعا 18 15 أحمر. تمام، عايز أزود المربعات، وعايز أحصل على رقم أقل من 4 4 مرات. هيبقى صعب. عايزة شحن كتير، عايزة شحن كتير. تمام، تعالوا كده شباب، بس ايه نفكر مع بعضينا. انا كده معايا 694، انا فاضل لي حوالي 300. تمام، تعالوا بقى نفتح مع بعضينا كده ايه اللي هي الباكجات ديت. ماشي، انا عايز افتح بعديها اليقطين المرعب ونشوف حظنا هيبقى عامل ايه. ربنا يستر. والله انا يعني انا خايف ما يجيش اللي انا عايزه. طبعا عايز 300، فال300 دولت يعني ياما. فانا مش عارف ال 96 دولت هيطلعوهم ولا لا. انها بتبقى مبنية على الحظ، غير كده كمان بتبقى 1%. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، ما جاش اي حاجه كده. اعتبر شحنت على الفاضي، ولا جبت قلعة ولا جبت غيره. يلا مش مشكلة، حظي زي الزفت. كان مطلوب ان انا اشحن شحنة عالية. لا خلاص مش شاحن تاني، حظي وحش للأسف الشديد. يا خسارة. بدأت النقاط، الضربة الحاسمة، بدأت فعلهم كل القواعد ذات الحيوية. شكل كده جدا. طب ليه كده بس يا شباب؟ بس ليه؟ طب ليه الحظ ده؟ والله انا كنت حاسس ان انا مش هيجيلي حاجة برضه. ماشي يا شباب، ما علينا، يلا مش مشكلة، حظ وحش بقى. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.